تحتفل قلعة صلاح الدين الأيوبي في قلب القاهرة بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 32، حيث يجتمع عشاق الفن من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث الاستثنائي الذي يعقد سنويا. المهرجان يستمر حتى 28 من أغسطس، متضمنا 31 حفلا موسيقيا وغنائيا مميزا يشارك فيه عدد كبير من النجوم العرب والمصريين، مقدمين تجربة فنية فريدة من نوعها. في نفس الموعد من كل عام بقلعة صلاح الدين الأيوبي يعانق التاريخ والحضارة الفن والإبداع في مهرجان استثنائي ينتظره الآلاف كل عام، هو مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 32. الحقيقة ملتقى القلعة احنا ابتدينا سنة 90، الملتقى تقريبا دي الدورة 32 بتاعته، والملتقى بيعج طبعا بكتير جدا من الخبرات الفنية والثقافية في أشكال كتيرة جدا من التفاعلية. الحقيقة على مدار ال 14 يوم القادمين احنا عندنا تقريبا 31 حفل متنوعين ما بين الحقيقة في تنوع كبير جدا فني ما بين مؤديين وقائمين على العمل الغنائي والموسيقي. عندنا طبعا مطربين عظام، مطربين كبار، فنان هاني شاكر، الفنان علي الحجار، عندنا الفنان طبعا كمان عمر خيرت. عندنا مفاجأة برضو السنة دي ان هينضم لينا الفنان حمزة نمرة، عندنا الفنانة سمر طارق، عندنا فعاليات كتير قوي زي ما قلت لحضرتك 30 فعالية انا يعني، والفنان مدحت صالح، عندنا فرقة الموسيقى العربية، عندنا من تنمية المواهب لأول مرة هيشاركوا الأوركسترا للموسيقى العربية لايف، ودي أول مرة. 14 ليلة من الموسيقى والغناء بمشاركة العديد من النجوم يجتمعون بمحكى القلعة ليقدموا تجربة فنية فريدة وثرية، بالإضافة إلى تكريم 11 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي. أنا بلعب في مهرجان القلعة بقالي كتير جدا، وبعتز جدا بمهرجان القلعة لأنه بيتيح الفرصة لكافة أنواع الشعب المصري إنه يجي يتفرج على ثقافة. الدورة 32 من مهرجان القلعة تتواصل في الفترة من 15 من أغسطس حتى 28 من أغسطس، وتضم 31 حفلا متنوعا لتؤكد للعالم أن مصر هي مهد الحضارات ومنبع الإبداع والإلهام. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.